انا حكيمه من وجده مطلقه وعندي جوليدات، عندي مشكل في عينيا، بغيت شي محسن يعاونني على حساب عينيا. شفتهم كانت عندي 16 عام ودوزت، واخا هكاك ما عرفتش المشكل ديالي شنو عندي، يعني مشيت للاطباء و يعني ما عرفتش شنو عندي، كيقول لي غير ما عندك الشوف ناقص وصافي. نعم اخويا مطلقه وعندي جوليدات و مهم حالتي ضعيفه بزاف، ما كنقدرش نخدم، ما كنقدرش نخدم حيتاش عندي الشوف ناقص. طلقت دابا طالعه في 5 سنين ملي طلقنا حيتاش اسباب عائليه، بلا ما غادي نقول في هذا الشيء، ما بغيتش نجبد هذا الموضوع هذا، فهمت؟ واه كيقرا واحد، كيقرا في الرابع وواحد في الثاني الصغير في الثاني، واللي عنده 12 عام في الرابع. كاريا بيت مع الجيره هنا في وجده، كاريا ب 35 الف فرانك. انا كندير ميناج في الديور مره كنعاود الناس المشكل ديالي وهادي، يعني كيتساعدوا معايا مره ما كنقدرش نخدم حيتاش عينيا مرض بزاف، ما عرفتش شنو يعني مشيت دوزت وهادي، يعني ما عرفتش شنو قالوا لي، يعني ما حالة المادية ما عنديش باش ندوز، وباش خصني ضروري 6 شهور حيتاش الطبيب كيقول لي 6 شهور خصك دير لها فيزيتا وخصك تعاودي نضادر وخصك، هادي مدة بزاف، عام ونص. لا دابا ما كنشوش بهم مزيان، يعني غير شويه في النهار كنتحرك شويه وصافي، يعني بحال هكا كنمشي نقضي شي شغل قدام الدار، يعني بحال هكا الحانوت ولا وصافي، يعني باش نخرج بهم شي بلاصه اخرى ولا ما نقدرش. دي 29 عام. لا خويا ما عنديش باش نبدلهم. كنطلب من المحسنين يعاونوني على حساب عينيا، بغيت نداويهم وهادي باش نبقى نقدر نخدم ونقدر نعاون وليداتي ونقدر هذا ما كان. وشكرا بزاف، انا اللي كنصرف، انا باهم، انا امهم، انا كلشي، يعني لما ما كنتش انا ضروري باش نخدم. 06 06 04 31 77.